السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التنمية الشاملة 136-138 على بركة الله. إذا هذه الصفحات أعطيني 10 ثواني. كيف لما هذه سلسلة جديدة في السيرة النبوية بالدارجة المغربية؟ غيبان لكم الرابط هنايا، ادخلوا تصنتوا السيرة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله تفهموها ونعرفوا السيرة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وكاين قصص أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله. إذا صاحب النص مصطفى الكثير، يا مصطفى الكثير الكثيري، طب هذا بعض اللي ناقص شي حاجة. إذا الكثيري 1941 مدينة جديدة، حصل على الدكتوراه في الاقتصاد وهو خبير ومستشار بصندوق النقد الدولي والمركز الإفريقي للتكوين. مصدر النص مقتطف عن أو من عن مجلة المشروع، العدد الرابع 1981 صفحة 152 حتى 155. نوعية النص عبارة عن مقالة تفسيرية يشرح فيها الكاتب أهمية التنمية في الرفع من مستوى عيش الفرد. مجال النص يندرج النص قراءة التنمية الشاملة ضمن المجال السكاني. العنوان يتركب من نعت ومنعوت التنمية الشاملة، حيث نعت التنمية بالشاملة نعت، نعم، حيث نعت العنوان نعت التنمية بالشاملة لكونها تشمل كل الميادين الفكرية الاجتماعية السياسية والاقتصادية لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في تطوير وتقدم المجتمعات وازدهارها. فريد القراءة، النص قد يتمحور حول كيفية التغلب على مشاكل الحياة وتحسين ظروف العيش. القراءة التوجيهية، التخلف مهم بالنسبة للشرح، شوفوه. المضمون العام، بيان الكاتب الهدف من التنمية الشاملة باعتبارها وسيلة لتحقيق التقدم والازدهار للإنسان على كافة المستويات. قراءة تحليلية، المضامين الجزئية، تحديد الكاتب مفهوم التنمية وأهم أسسها. إشارة الكاتب إلى 3 حقائق أساسية تقوم عليها التنمية من خلال ضرورة تأهيل العنصر البشري، وذلك بتعليمه وتكوينه، وأن يتم ربط التعليم بسوق الشغل. الأساليب، اعتمد على مجموعة من الأساليب، هناك أسلوب التفسير وفي مقدمتها، يعني هو هذا الأمثلة، وفي مقدمتها إلى جانب لذلك تتمثل في ميادين. بالنسبة لأسلوب التوكيد، إن هذه التنمية يجب أن تكون إلى أسلوب استدراك، لكن هذه التجربة. مقصدية النص، أهمية التنمية الشاملة في تقدم المجتمع. قيمة حضارية، المساهمة في التنمية بشكل إيجابي. القراءة التركيبية، يوضح الكاتب النص التنمية الشاملة غاية من التنمية. إذا يوضح كاتب النص التنمية الشاملة الغاية من التنمية والغاية التي يتم تبعه الناس. إذا يوضح كاتب نص التنمية الشاملة الغاية من التنمية والتي تتطلب أو التي تمثل في الخروج من التخلف، وكذلك التغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعي من أجل تحسين ظروف العيش، إذ يعتبر أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وأن التعليم هو الأساس الأول لتحقيق هذه التنمية، دون نسيان ضرورة التحكم في النمو الديموغرافي والبنية السكانية من أجل ضمان استمرار النمو. ما علاقة المدرسة بالتنمية؟ لماذا يلعب الفرد المؤهل دورا كبيرا في تنمية هذه؟ إذا نجاوبه، ويجوز أن نعتبر تنمية المجتمع هو نتاج للدور الرئيسي الذي تقوم به المدرسة، وبالأخص في جانب النشأة الاجتماعية والأخلاقية والفكرية، بل ويقوم المجتمع بالتفاعل والتجاوب التام مع قيادة المدرسة في صناعة الأجيال والنشأ. المهم، هذه أسئلة يعني غادي تلقاوها أصلا مجاوبين على هما في النص، لأن هذا غير بحث كيكثروا الأسئلة. لماذا يلعب الفرد المؤهل دورا كبيرا في تنمية بلاده؟ إن الشباب هو عماد كل أمة وأساسها، فهم قادة سفينة المجتمع نحو التقدم والتطور، ونبض الحياة في عروق الوطن، ونبراس الأمل المضيء، وبسمة المستقبل المنيرة، وأداة فعالة للبناء والتنمية. 3، أذكر بعض العوائق التي تعترض مسيرة التنمية. منها قلة أصحاب الكفاءات والخبرات في مجال التنمية البشرية في المجتمع، عدم وجود دائرة لتدريب أفراد في المؤسسات والمنظمات،
انتشار الأمية بين الأفراد بالمجتمع. 4. ما المقصود بدول النامية؟ الدول النامية أو المستنمية هي دول، أو اللي عندنا تسمى دول سائرة في طريق النمو، اللي عندنا في الصفحة 177 فوق. إذا بمعيار منخفض لمستوى المعيشة، وتحتوي على قاعدة صناعية متخلفة، وتحتل مرتبة منخفضة في مؤشر التنمية البشرية مقارنة بدول أخرى. منذ نهاية تسعينات القرن العشرين، أظهرت مؤشرات أن الدول النامية تحقق معدل أعلى من الدول المتقدمة. ما معنى التنمية؟ إذا التنمية هي عنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي، وهي عملية تطور شامل أو جزئي مستمر، تتخذ أشكال مختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني، إلى الرفاه والاستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. أي دور يمكن أن يلعبه الفرد؟ المشاركة في الجمعيات الخيرية، التطوعية. هذا الجواب الثاني تأخذ منه الجواب ديال الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الفرد: المشاركة في الجمعيات الخيرية، التطوعية لبناء مجتمع تطوعي، التعرف على قضايا المجتمع ومشكلات التي تواجهه ومساهم في حلها، التعاون مع الجيران وأفراد الأسرة وجماعة الأصدقاء لتطوير الحي والمدينة. فهذه أحد أشكال المشاركة المجتمعية المحلية. معرفة حقوق الوطن والدفاع عنه وعن تراثه وثقافته. أقرأ الفقرة الأولى وأجب عن الأسئلة الآتية: ما الفكرة التي تدور حول الفقرة؟ إذا تحديد الكاتب مفهوم التنمية وأهم أسسها. أبرز على قطع العنوان بالفقرة. الفقرة تفصل مفهوم التنمية وتبين الهدف منها، وبالتالي في الفقرة الأولى هي شرح وتبيان للعنوان ومعناه. انطلق من الفكرة التي استخرجتها لافتراض ما يتضمنه. إذا النص قد يتمحور حول كيفية التغلب على مشاكل الحياة وتحسين ظروف العيش. نعم، هذه فرضية. وأما واحد، حنا خرجنا فرضية فيها مفهوم التنمية وأهم أسسها. إذا نقولوا قد يتمحور حول تحديد مفهوم التنمية وأهم أسسها، هذا هو الأصح. بالنسبة لأشرح كلمة التخلف، النمية ماذا؟ إذا التخلف هو عكس كلمة تقدم، حيث يفيد بعدم قدرة الدول على تحقيق مصالحها الشخصية والوصول لمرحلة التطوير المبتغاة. النامية مؤنث نام، نامية قوة فعلها النمو. المدارك الخمس، الحواس الخمس، وهي السمع والشم والبصر والذوق واللمس، على قدر مداركه العقلية ملكاته. إذا المدارك ملكاته قواه قدراته الحسية. هذا هو الجواب اللي بغيتي، زعما تقول مدارك ملكات قوى قدرات حسية. صافي، مزيان. ندوزو هنا، عندنا الكلمة مضمار، هي اللي مضغوطة، اللي بانت هي مضغوطة لنكون غلطنا. نعم، إذا قالك أن التجارب الناجحة في مضمار التنمية هي التي تنطلق بكيفية أو بأخرى من تعميم التعليم. عوض الكلمة المضغوطة اللي هي مضمار بمرادف. احنا نقوله إما مجال، نقول أن التجارب الناجحة في مجال التنمية هي التي، أو نقوله أن التجارب الناجحة في ميدان التنمية هي التي. ما الهدف من التنمية الشاملة؟ الهدف هو الخروج من التخلف والتغلب على المشاكل لتحسين ظروف العيش وبناء المستقبل. لماذا يعتبر الإنسان وسيلة تنمية؟ لأن التنمية متوقفة على الأدوار التي تلعبها الإمكانات المادية والروحية والعنصر البشري المتمثل في الإنسان نفسه. ما القدرات التي ينبغي للفرد اكتسابها حتى يسهم في مسيرة التنمية؟ الصفات، كاين حمل رسالة التفكير والذكاء والابتكار، توفر على استعداد الإرادة والعمل والبحث والتحليل والخلق. باش نكملوا 4 وثم 5. نمشيو 4. لماذا يعد التعليم والتكوين عنصرين أساسيين في تحقيق التنمية؟ لأنه بالرجوع إلى التجارب التاريخية لبعض البلدان، نجد أن أسس التنمية فيها قامت على نماذج تعليمية وتكوينية متصلة أشد ما يكون اتصال بالتنمية الاقتصادية.
ما تأثير النمو السكاني على النشاط الاقتصادي؟ التأثير يعتبر النمو السكاني مؤثرا على النشاط الاقتصادي باعتباره منتجا ومستهلكا. هذاك العنصر البشري، هذاك النمو السكاني هو المنتج هو المستهلك. إذا كلما هذيك العلاقة ديال النمو الديموغرافي مع التطور الاقتصادي. أملأ الفراغ بالكلمات المناسبة بعد نقل الفقرة إلى نفسي. إن الغاية من التنمية الشاملة هي تحسين ظروف عيش السكان وتعبئة إمكانات مستثمارها في تطوير المجتمع. إن التنمية تتطلب توفر الفرد على استعدادات فكرية وقدرة على التحليل والبحث، وهذا ما يستدعي أن يكون المحرك الفاعل في التنمية هو الإنسان. نعم، نملأ هنا أملأ أنقل الجدول أسفل إلى الدرجة ثم أبين الحقائق الثلاثة التي تقوم عليها التنمية. إذا الحقيقة الأولى المستوى الفكري للمجتمع المعاصر. الحقيقة الثانية دور التعليم والتكوين في التنمية. الحقيقة الثالثة البنية السكانية والنمو الديموغرافي. نعم، يعني كيف تتحقق التنمية الشاملة؟ تعبئة الإمكانيات المادية والروحية والبشرية والاستثمار. إذا تتحقق بتعبئة الإمكانيات المادية والروحية والبشرية واستثمارها. لما يعد التعليم قاطرة التنمية، لأن أسس التنمية قامت على النماذج التعليمية والتكوينية المتصلة بالتنمية الاقتصادية. استخرج من نص الفاظ. إذا بعض الالفاظ تنمية اقتصادية، النشاط الاقتصادي منتجا ومستهلكا. هذه الفاظ تدل على ماذا؟ على الاقتصاد. إذا في نصنا نمر نمشي للتركيب. إذا تركيبها إذا قالك اكتب انطلاقا مما تعلمته فقرات تبين في أهمية المدرسة في تنمية. ما هي؟ تلعب المدرسة دورا مهما وأساسيا في تنظيم وتطوير المجتمع، وذلك لدورها الفعال في بناء وخلق جيل جديد مثقف وواعي لمجتمعين متقدم متطور. ومن أدوارها يكسب المتعلمين مهارات حياتية هامة، منها مهارة التحدث الراقي وأدب الحوار وأدب الإنصات. مما لا شك في أن لغة الحوار هي لغة المنطق والخطوة الأولى في حل أي مشكلة. إذا ندوزو للاستثمار، نذكر بعض العراقيل. إذا هناك العديد من المعوقات، ها هي تكتبوها. وقلك أمثلة بالنسبة للمغرب كتبنا هاد شوية هنايا. وصلوا على رسول الله باش ما نطولوش.